السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، شنو أحوالكم؟ لاباس؟ الصحة بخير؟ إن شاء الله ربي يداوم علينا نعمة الصحة. يا البنات، رجعت اليوم معاكم بعد مدة طويلة، إن شاء الله تسامحوني على التأخير. رجعت معاكم اليوم في دبارة هيلة برشا، كيكة بالكراميل لفطور الصباح، خفيفة نظيفة، هشوشة هاك متراو فيها، تعمل 66 كيف، الكلها منافع وبنة وسهلة في التحضير، وطرية اسفنجية تعمل 66 كيف. ان شاء الله البنات تدخل الفيديو وتتبعوه واحدة واحدة، وان شاء الله الكيكة متاع فطور الصباح تنال رضاكم. توا على بركة الله باش نبداو مع بعضنا. خذينا حبة بيض باش نعملوها اقتصادية، ما تستحقش برشا مكونات، 3 ملاعق زيت متاع اكل، وهذوما 12 ملعقة متاع أكل سكر، حبيبات تراوهم كيفاش معناها ماهمش معبين برشا. وخذيت ساشي سكر فاني، وكاسة ذاك يرفع متاع تاي، زوز كيسان حليب، ولهنا شوية خل كما تراو في الملعقة، بالشكل بيض يتفاعل مع الخميرة بعده مع الخل ويعطينا أكل التنفيجة الخفيفة. طيب البنات نبداو نمزجو في المكونات متاعنا حتى كش لين يذوب السكر ويولي الخليط متاعي معناها ابيض اللون. ها هو لهنا باش نزيدوه الدقيق الابيض، ونحبكم تحسبوا معايا بالملعقه قداش من ملعقه دقيق ابيض حطينا، والملعقه تراو فيها مكومه. هذوما 12 ملعقة دقيق أبيض البنات كما تراو، لكن الملعقة معبية بالقداء معناها بالقبة الملعقة. وهذايا كيس خميرة مرطبات الوزن متاعو 10 غرامات. ولهنا باش نعاون الكيك متاعي باش ينفج بالقداء، استعملت زادة البيكربونات الصودا، حطيت نصف كيس، لأنه الكيك متاعنا اقتصادي وما فيهش برشا بيض، باش نعاونو في التنفيج متاع الكيكة استعملنا كيس خميرة مرطبات وكيس بيكربونات الصودا. طول البنات باش نركضوهم هذوما بالقدا بالقدا حتى كش يتجانسوا المكونات مع بعضهم الجافة مع المكونات السائلة. طول نكتب لكم البنات المكونات بالملعقة، القياس المرة هذه عملته بالملعقة باش يجي ساهل للي ما عندوش ميزان، حطهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. لهنا خذيت طبق بيريكس دهنته بشويه زيت ورشيته بشويه فارينه، ولهنا بديت نسكب في الخليط متاعي. تراو البنات كيفاش الخليط هابط في شكل روبون، هذاك دلاله على انه مخدوم بالقدا، وبحول الله يجينا ناجح. اما كان يهبط لك فرد معناها دفعه واحده راهو الخليط متاعك مش ناجح، او يهبط بشكل متقطع مش متواصل كما ريتوه، زادا راهو مش ناجح هذاك، يا مش مركوز بالقدا يا ناقص حاجه في المكونات. لهنا نخض شويه طبق معناها باش تخرج الفقاقيع متاع الغاز، ونحطوه يطيب في الفور يا البنات على 180 درجه بعد ما سخناه الفرن من فوق من اللوت. حطيتو تيب على 180 درجة من الأسفل فقط، بعد ما مرت عليه دريجين من زمان يعني 8 دقائق شعلتو الشواية باش أحمر وخذا أكلون الذهبي هذاك. ولهنا تفقدتو بالكيردون تاع الأسنان باش نشوف اللي هو طاب في حقه. توا باش نسقي الكيكة متاعي باش تكون طرية بالحليب من الثلاجة، الحليب عفوا مش من الثلاجة، حليب عادي لا هو بارد لا هو دافي. رينيها قداش تشرب ما شاء الله. طول البنات باش نتعداو لتحضير الكراميل، خذيت لهنا فنجان متاع قهوه حكرت بيه السكر الحبيبات كما تراو، هذه اسهل طريقه لتحضير الكراميل الناجح. نوزعوا الكراميل السكر البنات على المقله كما كيكه، ونحاولوا نوزعوه باش يكون فرد ارتفاع باش ما يتحرقش من بلاصه ويبقى من بلاصه ناي.
ما نخليهش معناها في كومة واحدة السكر، لازمك توزعه على المقلة باش يكون عنده نفس الارتفاع في الجهات الكل، باش يطيب الكل فرد وقتها. هاكا البنات وين نراو اللي السكر بدا يذوب في القعر نتاع المقلة، نزيدوه لهنا ساشي وإلا كيس سكر فاني باش ينكهلنا الكراميل ويجي بنين. هاكا توا نبدا نحرك فيه، ما نحركوش وهو ابيض السكر، وين يبدا يذوب من اللوطة نبداو في التحريك باش ما يتحرقش ويعطينا اكلون الذهب المزيان. لهنا حبيت نستعمل سباتول، هذه اسهل لي في التحريك من الفوي، وين نستحق باش نستعمل الفوي نستبدل بيها سباتول، مرة بهذا مرة بهذا. تردوا بالكم خاطر السكر راه يشد السخانة برشا باش ما يترتشش على يدينا وعلى صوابعنا، نحاولوا نحركوه بسياسة. طاول البنات لهنا كيما تراو تحققت اللي السكر متاعي كل ذاب. لهنا باش نزيدو فنجال حليب، ماذا بينا ندفيه الحليب قبل ما نضيفه، نفس الفنجال اللي حكرت بيه السكر هو بيدو نحكر بيه الحليب، يعني ديما الكراميل نفس كمية السكر هي بيدها نفس كمية الحليب، أما ما نزيدوش الحليب دفعة واحدة باش ما يغلبناش السكر في التحريك، نزيدوه على دفعات واحدة واحدة، نزيد ونحرك حتى كش نتحصل على الملمس هذايا متاع الكراميل متاعي. ما تخافوش البنات وتقولوا هاو معناها جاري، لا راهو ما هو الجاري، كل ما يقعد الكراميل يبرد كل ما يزيد معناها يولي خافر. لازمك توسع بالك ما حتىكش تذوبك الكوتل الكل، عادي راهو التكتلات هذيك تصير في الكراميل باستمرار. نوسعوا بالنا بشويه ونحركوا لين تذوب التكتلات الكل. ولهنا كيما تراو ذابت التكتلات وامتزج السكر مع الحليب كيما تراو، لهنا نزيدوه زوز ملاعق زبده حيوانيه بطبيعة الحال، ما نحطوش مارغرينا نحطو زبده حيوانيه باش تعطينا نكهه الكراميل الاصليه. نذوبو الزبده نتاعنا، لهنا نجم طويكه نطفي عليها الغاز ونحرك الزبده نتاعي لين تمتزج مع باقي المكونات. واخر مكون البنات باش نضيفوه هو انكيتا ولا شويه ملح بين الاصابع باش تولي معناها فما اكل كونتراست بين المالح والحلو في مطعم الكراميل اللي نعرفوها. ها هو الملح البنات شويه بين اصابعي نعدل به مطعم السكر. وهذا هو البنات الكراميل راهو ساهل ما فيه حتى شيء، توسع بالك معاه وكهو. شوفوا ما شاء الله رناه، هذا كل ما يقعد البنات يبرد كل ما يزيد يولي خافر اكثر، وفيه ريحه ونكهه ما شاء الله. ها هو لهنا خافر ولا اكثر خاطر زاد برد بالقداء. هاني باش نسكبو قدامكم في البول هذه ونخليه يبرد ونرجع لكم بعد مده تراو كيفاش معناها ولا يعني خافر بالقداء بالقداء. توا البنات الكيك نتاعنا حاضر بعد ما شربناها كالحليب، وهذا الكراميل نتاعنا هاكم تراو فيه زاد برد بالقداء. توا باش ندهن بيه الوجه نتاع الكيك، وهذه هي البنات تبارة فطور الصباح، كيكة بالكراميل ببيضة واحدة، الكل القياس عملته بالملعقة باش تجيكم سهلة، حاجة ناجحة بحول الله وتعمل 66 كيف وبنينة للصغار كلمجة وإلا كفطور صباح. توا بالباليت هذه اللي نقصوا بها العجين ولا بأي أداة عندك تحاول توزع الكراميل على كامل الوجه متاع الكيكة. والله البنات بنينة برشا راي هذي، معناها وتقطع لك كمية لبس بها. هذي البنات توا بعد ما كملنا وزعنا الكراميل، عندي شوية فواكه جافة، لوز بفريوة فول سوداني اللي عندك، معرج على النار رحيتهم وكملت باش نزيدها منفعة غذائية، معناها الكيكة رشيت بها هاك الوجه متاع الكراميل باش تلصق معناها
الفواكه الجافة، المكسرات، وتعطينا معناها نكهة وتعطينا قيمة غذائية. وهذه هي البنات الكيكة متاعنا، إن شاء الله تجربوها تاكلوها بالصحة والهناء. بالطبيعة البنات باش نقصوها باتت ليلة كاملة في الثلاجة بشكل الكراميل يجمد بالقدا بالقدا، وتعطيني الطوع في القصان. راني ما قصيتهاش في نهارها، قصيتها من غدوة. للقصان البنات تقصوا الكبر اللي تحبوا عليه انتوما الحجم متاع القطعة والشكل اللي تحبوا انتوما بطبيعة الحال. انا هاني حاولت نقصها بالطريقة هذه وانتم لكم الخيار. قصيتها مكعبات، توا باش نمد مكعب نوريهولكم عن قرب باش تشوفوا الهشاشة والطراوة وكيفاش معناها الكيك متاعنا منفج رغم اللي هو ببيضة واحدة. صلى على سيدنا محمد. صدقوني طريقة ناجحة البنات، وما عندكش إشكالية لهنا في القياس خاطر استعملنا الملعقة في تحكير المكونات. هاكم تراو فيها قداش طري. اللي وصل معايا لهنا نرحم على والديه بارك الله فيه. ما تنسونيش في الاشتراك في القناة. إلى اللقاء في